لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغي المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كتاب الجهاد، قال كتاب الجهاد. ذكر في هذا الكتاب نحو 40 حديثا، ولذلك يطول الكلام في هذا الكتاب، ولذلك سنجزئه على يعني مرات متتالية إن شاء الله تعالى. أما قوله كتاب الجهاد، أي هذا الكتاب يتعلق بالأحاديث المتعلقة بأدلة الأحكام للجهاد. وأما الجهاد فتعريفه هو يعني من حيث اللغة هو مصدر جاهدت جهادا، أي بلغت المشقة. وأما شرعا فيراد به بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة، يعني إتعاب النفس في قتال الكفار أو البغاة. ذلك قتال المسلمين لا يسمى جهادا في غير البغي، في غير البغي لا يسمى جهادا. أما القتال الذي يطلق عليه جهاد إذا كان في قتال الكفار أو البغاة على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم جعل مسمى الجهاد مختصا بقتال الكفار فقط، وأما قتال أهل البغي فسماه على هذا النحو، فيقولون قتال أهل البغي، فهذا قتال يعني ليس كالجهاد، وإنما يعتبرون الجهاد هو القتال ضد الكفار أو بذل النفس والمال والجهد ضد الكفار. أما مراحل في الحقيقة يعني تشريع الجهاد هو القتال يعني ضد الكفار، فهو كان على 3 مراحل في الجملة. المرحلة الأولى هي الإذن بالدفع فقط، وكانت بعد يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت هذه المرحلة البداية فيها بقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم كانت المرحلة الثانية وهي مرحلة قتال من قاتلنا، وهي مرحلة قتال من قاتلنا أي من يقاتلنا نقاتله، وهي بقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الأخيرة من الجهاد وهي قتال الكفار بعامة كافة، كما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين كافة، وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه المراحل مراحل يعني تشريع الجهاد فيها ما فيها من الفقه، وفي الجملة أنه لم يشرع الجهاد إلا بعد الهجرة، وكانت الفترة قبل الهجرة كلها يعني دعوة وكلها صبر على الأذى. ولذلك العلماء منهم من يقول أن هذه المراحل ليست مرحلة منها منسوخة، يعني بعض العلماء يقولون مرحلة الأولى نسخت بالثانية والثانية نسخت بالثالثة، وبعض العلماء كابن تيمية وغيره يقولون أنها لا توجد مرحلة منها منسوخة، إنما هذه المراحل كلها موجودة في حياة المسلمين في كل زمان، فمن شابه حاله المرحلة الأولى عمل بما جاء فيها، ومن شابه حاله المرحلة الثانية عمل بما جاء فيها، وهكذا في المرحلة الثالثة ونحو ذلك. وعليه ففي مراحل الضعف حتى قبل تشريع الجهاد نفسه
للمسلمين سعة في أن يعملوا بأحكام الاستضعاف أو بما وافق مرحلة الاستضعاف، كما كان الحال في مكة. يعني على سبيل المثال الآن مثلا في العالم الدنيا من حولنا المسلمون مستضعفون في الجملة، وأهل السنة مستضعفون بين المسلمين أنفسهم، ولذلك واسعة يعني المسلمون وأهل السنة أن يعملوا بفقه مرحلة الاستضعاف التي كانت في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل مرحلة على ما يناسبها. وبدأ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالحديث الأول، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. قال: رواه مسلم. هذا الحديث صدر به الحافظ ابن حجر الكتاب الجهاد كأنه رحمه الله تعالى يريد من ذلك التنبيه على مكانة الجهاد في الإسلام، حتى أن المسلم الذي يموت ولم يغزو في سبيل الله أو لم يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله فهذا يموت على شعبة من النفاق. وهذا بالفعل هو المؤمن، المؤمن إن لم يتوفر له الغزو ولم يعني يجد أن يكون مجاهدا في سبيل الله ويغزو في سبيل الله فهو يحدث نفسه بذلك، يتمنى أن لو كان الجهاد يعني قائما، ويتمنى أن لو نال الشهادة في سبيل الله. هذا هو المسلم. فلا بد أنت أيها المسلم أن تتمنى ذلك، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، وإن لم يتوفر ذلك أن تكون أو أن تكون متمنيا أن لو كان الجهاد موجودا وأنك قاتلت في سبيل الله ونلت الشهادة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أنه يجب على الإنسان أن يعزم على الغزو، فإن لم يفعل فليحدث نفسه بالغزو إذا قام ساق الجهاد، وأن النفاق يتشعب يكون أكبر وأصغر. نعم، فيعني أن المسلم ينبغي عليه أن يتمنى الجهاد، سواء بأن يكون من المجاهدين أو أن يكون إن لم يتوفر الجهاد قد جاهد وأن لو قام الجهاد، وهكذا. فهذا الحديث فيه بيان فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الجهاد في سبيل الله حبه يبين حال الإيمان أو حال أهل الإيمان من حال أهل النفاق والعياذ بالله. وأما الحديث الثاني قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أيضا فيه الحث على الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد يكون بهذه الأحوال الثلاثة: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد باللسان. قال: رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. الله تعالى قال في القرآن: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس ويكون باللسان. واللسان يعني يقصد به الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصد به كذلك يعني العمل على يعني كشف باطل أهل الباطل والعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ البسام رحمة الله عليه: يدل الحديث على وجوب جهاد الكفار بالمال والنفس واللسان، فأما المال فبإنفاقه على شراء السلاح وتجهيز الغزاة ونحو ذلك،
وأما النفس فبمباشرة القتال للقادر عليه والمؤهل له، وأما اللسان فبالدعوة إلى دين الله تعالى ونشرها والزود عن الإسلام ومجادلة الملاحدة والرد عليه. ولذلك في الحقيقة إذا يعني تعطل الجهاد أو لم يكن الجهاد قائما لأي سبب من الأسباب كما هو في هذا الزمان مثلا، فإنه بقي للمسلمين جهاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء إلى الله الآن في هذا الزمان مجاهدون، يجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين يحملون الآن يعني راية هذا الدين في مواجهة أهل الباطل، كما أن المجاهدين يحملون راية هذا الدين في قتال أهل الباطل والعياذ بالله. لذلك صار الدعاة إلى الله والعلماء الذين يحملون دين الله في هذه الظروف وهذا الزمان مجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الثالث قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النساء جهاد؟ يعني أعلى النساء جهاد واجب؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من النساء، انظروا نساء الصحابة فيهم غيرة، غيرنا من الرجال الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله وهن يسمعن الآيات والأحاديث في فضل الجهاد وفضل المجاهدين وفضل الشهادة في سبيل الله. فجئنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ يعني هل للنساء جهاد في سبيل الله زي الرجال ما يجاهدون؟ فقال: نعم، جهاد لا قتال فيه. نعم عليكن جهاد، لكن جهاد ليس فيه قتال بالسيف. قال: الحج والعمرة. ولذلك يقول العلماء أو يعني كثير من العلماء يذهب إلى أن الجهاد غير واجب على النساء، وبعضهم يذهب إلى أنه لا يشرع أصلا للنساء، وهذا فيه نظر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتال فيه، جهاد النساء، الحج والعمرة. وفي الحديث دليل على فضل الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا للنساء، لأن الحج والعمرة فيه مشقة وسفر وعمل، والمرأة ضعيفة، ولذلك هي لما تذهب إلى الحج والعمرة بتجاهد ببدنها يعني في سبيل الله عز وجل. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على حرص الصحابة على العلم ورغبة النساء في الجهاد، لأنه من أفضل الأعمال، بل هو ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد لا يجب على المرأة. وهذا في الحقيقة هو القول يعني الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، أو اللي عليه جماهير أهل العلم، أن الجهاد لا يجب على النساء. وإن كان بعض أهل العلم قال يجب، لكن الكلام هذا لابد يحمل على أنه يجب في أحوال، لكن على إطلاقه لا، يجب في أحوال، كما إذا يعني كان للمرأة قدرة على الدفع في جهاد الدفع فعليها أن تفعل. العدو دخل أرض المسلمين أو بلاد المسلمين أو بيوت المسلمين، فعلى الكل أن يدفع، الكل يجب عليه الجهاد في جهاد الدفع للعدو، الرجال والصغار والكبار والنساء الكل يجب عليه الدفع. وبعض العلماء ذهب إلى أن النساء لهن الجهاد مشروع، لكن من حيث الحكم اختلفوا، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى بوب قال: باب خروج النساء للغزو وقتالهم وغير ذلك. والإمام مسلم رحمة الله عليه أخرج أيضا من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين رضي الله عنها وأرضاه، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اتخذته
إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. كانت معاهم في السفر رضي الله عنها، فقالت له يا رسول الله أنا عامل الخنجر ده أو جايب الخنجر ده عشان لو حد اقترب مني من الكفار أبقر بطني. وفي البخاري أيضا ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد يكون بأعمال معينة كسقي الماء ومداواة المرضى والجرحى ومناولة السهام. هذا هو يعني المشروع للنساء في الجهاد. أما أن يقال بأنه يجب عليها أن تخرج وتجاهد مع الرجال كالرجال، هذا لم يقل به أحد. وأما هذه البدعة والنعرة التي يقلد للأسف المسلمون فيها الكفار والعياذ بالله بالجهل، فالآن نجد المرأة في الجيش، الكفار في الجيوش عندهم يجعلون المرأة في الجيوش التي تقاتل، يجعلون المرأة في الجيوش والعياذ بالله، وهم والعياذ بالله غارقون في الشهوات، ويعني إيجادهم المرأة في الجيوش شهواني في المقام الأول، أمر شهواني، حتى يعني يجعلون للجنود ونحو ذلك الأمر طبيعي يعني. ولو أن الجنود اصطحبوا أزواجهم في الجهاد لكان مشروعا ولا بأس في ذلك، بضوابط أيضا أن يكون الجهاد هذا إلى حد كبير مأمون منه، يعني أخذ النساء ويعني أو أسر النساء أو نحو ذلك وهكذا. أما أن تكون الجيوش فيها النساء مجندة وتلبس كالرجل ونحو ذلك ويقلد المسلمون الكفار في ذلك بالجهل والعياذ بالله، حتى نرى المرأة قائد وحدة وقائد كتيبة وقائد كذا ونحو ذلك، ونعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فضلا عن أن الجهاد أمر شاق وصعب في هذه الأمور. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال متفق عليه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد. يستأذن في الجهاد يعني يريد أن يخرج في غزو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحده. فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في بعض الروايات ارجع ففيهما فجاهد. ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. فهذا الحديث أخذ منه العلماء دليلا على اشتراط إذن الوالدين للخروج للجهاد، إذن الوالدين للخروج للجهاد. وهذا في الجهاد الذي لم يتعين على هذا الإنسان، وهذا يعني يشير إلى الحكم الجهاد، وفاتنا أن نذكر ذلك في الحقيقة في أول الكلام، حكم الجهاد في سبيل الله. الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. قال الله تعالى فلولا نفر من كل أمة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فبان من ذلك أنه ليس الجميع عليه الخروج، بل تخرج فئة أو طائفة وتبقى طائفة. وعليه قسم العلماء الجهاد إلى قسمين، جهاد طلب وهو الذي يسمى الغزو، وهو أن يخرج المسلمون لمهاجمة المشركين في بلادهم وفتح بلاد المشركين للإسلام، وجهاد الدفع وهو إذا يعني هجم العدو على المسلمين على أي صورة، هجم العدو على المسلمين، فعند ذلك يتعين الجهاد ويكون يسمونه جهاد الدفع، دفع العدو. ولذلك العلماء أيضا يذكرون يعني أحوال يتعين فيها الجهاد، فمن هذه الأحوال عند الدفع كما أشرنا، ومن هذه الأحوال إذا عينه الإمام، إذا عين واحد معين حتى لو في غزو قال هذا يخرج الإمام، إذن صار الجهاد متعينا في حق هذا الإنسان. فإذا تعين الجهاد فلا إذن
لا لوالدين ولا لأحد. أما في غير التعين أو في غير يعني أن يتعين الجهاد فإنه لابد من إذن الوالدين إذا خرج الإنسان للجهاد. قال ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد ونحوه. وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. فإن أذن لك بالجهاد وإلا فبرهما. وهذا أيضا فيه دليل على فضل بر الوالدين وأنه مقدم على جهاد الطلب والغزو لما فيه من يعني الفضل العظيم. قال وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. قال رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين وأن ذلك من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر. أما من ذهب وأقام بين المشركين لحاجة شراء بضاعة أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به لأن هذه لا تعد إقامة مطلقة وإنما هي مثل الزيارة والعيادة وما أشبهها. فهذا كلام في الجملة يعني، لكن طبعا هناك تفصيل أكثر في هذه المسألة ومنه أنه إذا يعني هاجر إلى بلاد الكفار فإنه يعني يجوز له إذا كان يأمن على دينه، إذا كان يأمن على دينه ولا يفتن في دينه. أما إن كان يفتن في دينه فيحرم عليه الهجرة إلى بلاد الكفار. وأما إذا كان يأمن على دينه فهو إن كان جائزا إلا أنه خلاف الأولى والأفضل، فالأفضل والأولى أن يعيش في بلاد المسلمين إلا أن تكون له حاجة في بقائه في بلاد الكفار وهو يأمن على دينه في ذلك. وأما إن كان هو في بلاد الكفار يدعو إلى الله ويعني يدعو الناس هناك إلى الإسلام ويكون له دور في ذلك، بل هذا يصل إلى درجة ربما الاستحباب أنه هيعيش في بلاد الكفار نعم، لكنه يدعو إلى الله ويأمن على دينه ويبلغ دين الله فيهم ويجد ثمر في ذلك، هذا عظيم وهذا له أثر يعني في إيمان الناس ويعني أخذهم إلى دين الله، هذا عظيم ولا بأس في ذلك. أما الذين يعيشون بين الكفار لمجرد يعني العمل والوظيفة ونحو ذلك مع هذه الفتن الموجودة في بلاد الكفار فهذا يحرم. وهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. والعلة طبعا في ذلك أن بقاءه بين المشركين يكثر سوادهم وكذلك لا يؤمن عليه الفتنة فيهم، وهذا شيء ملحوظ وملاحظ يعني أولاد المسلمين اللي بيتعلموا بيعيشوا في الغرب يعني الغالب إن لم يكن يعني تقريبا كل اللي بيعيشوا في الغرب بيتحولوا تماما عن الإسلام في سلوكياتهم فضلا عن أن بعضهم بيتحول في عقيدتهم، نسأل الله العافية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال متفق عليه. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لا هجرة من مكة يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صارت أرض إسلام، أما قبل الفتح كانت أرض كفر وكان يجب على المسلمين
ألا يعيشوا في أرض الكفر وأن يخرجوا منها إلى المدينة هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لأنها صارت أرض إسلام ورفعت عليها كلمة لا إله إلا الله، فلا يهاجر منها إلى بلاد أخرى، أو لا يقال أن من هاجر منها يكون له هجرة. لكن انتبه أو ننتبه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أن فيه نفي الهجرة على إطلاقها، لا هجرة من مكة بعدما فتحت إلى مكان آخر ويقال أنه هاجر في سبيل الله، لا، إنما الهجرة باقية. الهجرة باقية، غير مسألة جهاد ونية، الهجرة الحسية باقية، نعم باقية، وهي أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام في أي زمان. أي إنسان في أي زمان له أن يهاجر من أرض الكفر إن فتن في دينه فيها أو كان يخشى على دينه، وجب عليه الهجرة، تجب عليه الهجرة. ولذلك الذي يهاجر من أرض الكفر إلى بلاد المسلمين له هجرة ولم تنقطع الهجرة في حقه. أما الهجرة من مكة هي التي انقطعت بالفتح. قال ولكن جهاد ونية، يعني لمن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم يقول لهم الذي كان يتمنى أن يهاجر انتهت الهجرة، ولكن بقي لكم أن تجاهدوا في سبيل الله وأن تعملوا الصالحات وتنالوا ذلك بالنية الصالحة. قال الشيخ البسام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام تقام فيها شعائره وتصان فيها حقوق المسلم وكرامته. أما أي بلد آخر لا تكون العزة فيها للمسلمين، ولا تقام فيها حدود الله، ولا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فواجب على المسلمين أن يهاجر منها، أو واجب على المسلم أن يهاجر منها إلى بلد إسلامية يتوفر فيها ذلك ويأمن على دينه من الفتن. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. قال متفق عليه، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وهذا من باب يعني مفهوم الشرط، يعني هذا ظاهر من باب مفهوم الشرط، فمعناه يعني أن ما خلا من هذه الخصلة فليس في سبيل الله، يعني الذي يجاهد لغير ذلك فليس في سبيل الله. ولذلك جاء في الحديث أيضا الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. يبقى القتال حمية، القتال شجاعة، القتال وطنية نحو ذلك، هذا كله ليس في سبيل الله. وهنا ربما يأتي سؤال، طيب المقاتلون الذين يقاتلون في الحروب، مثلا نحن أهل مصر، مثلا إذا قاتلنا اليهود فهل القتال من أجل الوطن مصر هذا شيء باطل؟ لا ليس باطلا، لكن انتبه، لا يكون الجهاد لأجل ذلك، إنما يكون الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن هذه الأوطان التي فيها يعيش المسلمون. هذا الوطن أنت تحميه لأنك تعيش فيه ويعيش فيه المسلمون وعليه كلمة الله، فأنت تدافع عن هذا لأجل كلمة الله، أنت تدافع عن هذا الوطن لأجل إعلاء كلمة الله، لأجل أن لا يعتدي عليه الكفار، وفيه كلمة الله تعلو فيعتدون عليه فيزيلون كلمة الله. ولذلك الجهاد ليكون لإعلاء كلمة الله، وحفظ الأوطان إنما هو حفظ لكلمة الله، أي لئلا يعلوها الكفر، ولأجل أن تكون هذه الأوطان أوطان إسلام. أين قال عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو
قال رواه النسائي وصححه ابن حبه. هذا الحديث فسر الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح. هنا قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، أي لا تنقطع الهجرة في أي مكان فيه كفار. المسلم إذا عاش في مكان فيه كفار وفتن في دينه أو لا يأمن على دينه وجبت عليه الهجرة، ولا يجوز له البقاء في أرض الكفر. طيب، نقف على هذا الحديث إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.